حسبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها بالتوافق مع الحكومة موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، على أن تصوت خلال اجتماع يعقد غدا الاثنين على الميزانية العامة للدولة. وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي أن الاجتماع تم بحضور وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووكيل الوزارة والفريق التابع، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات. 300 مليون هذه راح تستخدم في 5 أشهر القادمة. في حاولنا قدر الإمكان أكبر شريحة من المواطنين يحصل على بدل نقدي لبيع الإجازات. احنا كذلك حاولنا ان يستفيد يعني الكويتيين في الأولوية بعد ان كان القانون عام أولوية للكويتيين، كان 120 مليون صار 157 مليون للصفوف الأمامية. 120 مليون كانت للإطفاء وللحرس والدفاع، 37 مليون للقطاع النفطي، 37 مليون للقطاع النفطي، وهذا اللي كنا احنا منتظرين منهم الرد، وجانا الرد بالموافقة طبعا بعد عرضها على مجلس الوزراء، لكن التوافق على هذا المبلغ 157 مليون. هناك كذلك 10 ملايين بدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.